السلام عليكم شباب. اليوم راح نشرح لكم كيف تستدعوا السينكو صمد، وراح نشرح انواع السينكو صمد كمان. فاتمنى ان يعجبكم المقطع، ضروري عاتقني. راح نشرح عن السينكو اللي هو البطاقة البيضاء كيف تستدعوا السينكو. فليش ازاي ليش احنا عم تحكي في سيفودو؟ لانه مجموعة سينكو فيها انواع السينكرو عشان اشرح لكم كيف تستدعوا السينكرو. واتاسنو ديويل واتاسنو وحش تونر. اثنان فرق بين الوحش العادي وحش تونر. الوحش تونر ما يكون مكتوب عليه انه هو تونر. الوحش العادي هو اللي يكون بس على نوع الوحش وخافه. تونر مونستر كامو سينكو خدمتو مونستر وطوكشوكا هيك تتبعو السينكو. اذروني لاق وراح ارجع بعد شوي. فورميلا سينكرون دو مونستر كوكا. مونستر كوكا اتسو تقدم قدر الوحش هذا عشان تجيب واحد لوارد الجون جون سينكو. بس راح ننهي دوره كان اندو بس ما نسوي اي دوره فانا بس انه ما تدمرنا واحد ورنو تان الحمد لله دورو ジャンクシンクロンのモンスター効果。力を貸してくれ。モンスターを特殊召喚。集いし星が新たな力を呼び起こす。光り去った。ビデオ。ジャンクウォリアー。ジャンクウォリアー。ないだろ。 ジャンクウォリアーの攻撃力は自分フィールドのレベル2モンスター効果発動。チューナーモンスター、ジャンクシンクロン。集いし願いは新たに輝く星となる。光り差す水となれ。 ジャンクシンクロン。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 ジャンク
دراغون هذا شيني كستار دراغون شوتينج ستار دراغون مونستر كوكا حطو طاقة قوة رح تعب لا طلع عنا تونر يقدر يهاجم حفة تونر حتى هذا تونر يعني يقدر يهاجم مرة واحدة يس مونستر كوكا حطو بس هذا كل اوكسيد سمر شوتينج ستار دراغون موغيكي حطو اللي ここは全力で押すと。おっとろ。
هذا شرح كان كل لايك. شوتينج ستار دراجون مون ستار كونغ حطوه اكتبوا هذا انا اتعنى الى مرعى المسيرة يقدر هذا ما فاشل カードを取ってください。カードを取ってください。バトルだ。クレイ。攻撃だ。さあ、どうする。さあ、変だ。行くわね。モンスターを特殊召喚。モンスターを特殊召喚。行くわね。モンスターを攻撃表示で召喚。リバースカード。 速攻魔法発動。バトル。行くわね。モンスター。シューティングスタードラゴンのモンスター効果発動。将来せよ。ターンエンド。この銃、勝利は譲らない。頼む。モンスターを通常召喚。バトルだ。 عندكم السينكرو اللي هو وحش عادي وحش تونر، وعشان تفرقون بين وحوش العادية والتونر انه الوحش تونر مكتوب عليه تونر تحت عشان تفرق، وعندك الوحش العادي ما مكتوب عليه تونر تحت. و الاكسل سينكرو عندك بتاع الاكسل سينكرو يتطلب وحش عادي لا وحش سينكرو وحش تونر واحد ماله تونر، يعني وحش سينكرو بس واحد يكون تونر مكتوب عليه تونر والثاني يكون مكتوب ما مكتوب عليه تونر. اما الدبل اكسل سينكرو فموضوعه يختلف. رجعناكم يا شباب بعد ما راح اللاج. شوفوا الالتيميت اكسل سينكرو يحتاج 3 وحوش، ولكن لازم يكون 3 وحوش سينكرو، ويحتاج يكون واحد من بيناتهم تونر. فهذا هو الاكسل سينكرو، واتمنى يعني انه المقطع عجبكم، مع انه يعني اني طولت في الشرح عدت اكثر من مرة عشان تفهمون يعني الهاي. ولا عايزين اعمل شرح حمل استدعاء الدمج والريتشوال، فا اكتب التعليقات. وطبعا هذا بالنسبة لل هاي، وباي هذا كل شيء، هذا كل شيء باي، انتظر المقطع الجاي.